أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم
وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ صدق الله العظيم.